ماذا أقول بداية؟ يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقد حملناكم، ونسأل الله لكم التوفيق، وأرجو أن تكونوا حاملين الأمانة والمسؤولية التاريخية، وأن تنطبق عليكم الآيات، وندعو لكم جميعا بالتوفيق. الأخ الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الإخوة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الإخوة الأخ رئيس وأعضاء الحكومة، الأخ رئيس وأعضاء مجلس الشورى، الإخوة رؤساء الهيئات، الإخوة هيئة التشاور والتصالح، السادة أعضاء السلك الدبلوماسي والمبعوث الدولي والسويدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبدأ بداية باسمي وزملائي أعضاء مجلس النواب، أرحب بكم وأعبر لكم عن تهانينا ولكافة أبناء شعبنا الصامد والصابر بالإنجاز الذي تحقق وبخواتم شهر رمضان المبارك، والسلام عليكم في شهر السلامة والوئام والصف الموحد، وكلمة وطلقة ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأعزاء، نعقد جلستنا هذه في العاصمة المؤقتة عدن، عاصمة الدولة اليمنية الأبية ومدينة الحرية والتقدم والتطور، المدينة التي تهواها أفئدة اليمنيين جميعاً، وعاش فيها قادات النضال الوطني وأروا بدمائهم شجرة الحرية من أجل تحريرها من المستعمر الأجنبي في ثورة 14 أكتوبر، وعاش فيها وانطلق منها الأحرار الذين قادوا ثورة 26 سبتمبر ضد النظام الإمام البائد المتخلف. نعقد جلستنا هذه ليكون في أولوياتنا كسلطة نيابية أداء اليمين الدستورية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي أمامنا وأمام الله وأمام الشعب في منعطف تاريخي استثنائي في مسار النضال اليمني في سبيل استرداد دولته المغتصبة، مؤكدين من هنا مضينا في المسار الحتمي سلما أو حربا ببوصلة واحدة قبلتها صنعاء التاريخ، صنعاء الحضارة، صنعاء التي نهواها جميعا والتي عشنا على ترابها الطاهر. الإخوة الكرام جميعا، لقد أنجزنا في لقاء الرياض التشاوري برعاية أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي وتحالف دعم الشرعية وحدة صفنا التي ظلت تمزقه حائلا عن تحقيق إرادة الشعب في استعادة دولته وجمهوريته، ولقد توحدت كلمتنا أمام الله وأمام الشعب وأمام الأشقاء وأمام العالم أجمع، واستطعنا بفضل الله أن نلم شتاتنا بعد تمزق، وأن نستجمع قوانا بعد تفرق، وأن نوحد أفئدتنا في قلب واحد وأهدافنا في هدف واحد غايته إنقاذ اليمن الجمهوري واسترداد روحه الحقيقي وحياته الطبيعية. آن لنا اليوم أن نعمل بضمير مخلص من أجل قضية شعبنا الذي أرهقته الحروب وقضته الأزمات وتناوبته المواجع. إن آن لهذا الشعب أن يتنفس الصعداء من بعد مكابدة طويلة، وآن له أن ينعم بالأمن من بعد خوف وبالسلام من بعد هلع. ومن هنا نحث مجلس القيادة الرئاسي على الاطلاع بالمهام الوطنية والدستورية التي أوكلت إليه، وتحمل الأمانة والمسؤولية بإخلاص وضمير متفاهم والوقوف على مسافة واحدة من كافة المكونات الاجتماعية والتيارات السياسية، والعمل بروح الفريق الواحد، لأن نجاح مهمته تكمن أولاً في التجرد من الانتماءات والالتحام بالقضية المركزية التي يناضل الجميع في سبيلها، والمتمثلة في استعادة الدولة والشرعية الدستورية وإنهاء الحرب وإنجاز السلام. وسنكون في مجلس النواب عوناً وسنداً لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة في سبيل إنجاح مهامهم الوطنية وإنجاز السلام العادل والدائم وإعادة القوة إلى عمل المؤسسات وإصلاح الخلل الذي شاب المرحلة المنصرمة
وألقى بظلاله على أداء الحكومة على المستوى الاقتصادي والإداري والسياسي والعسكري، سنكون مراقبين ومشرفين عن كثب، أمناء على مصالح الشعب، ننظر بعناية ونتحرك بعينيه ونتحرك وفق مصالحه العليا، لا تحركنا المصالح الشخصية ولا تعيقنا النزاعات والحسابات الضيقة. نحث المجلس الرئاسي والحكومة على جعل أولوياتهما استعادة الدولة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير الأمن والاستقرار وإصلاح منظومة أسعار السلع والعملات الوطنية وصرف المرتبة وفتح الطرقات والمعابر والمطارات ودفع مؤسسات الدولة للاضطلاع لمهامها ودورها. سنقول لكم وسنقول لهم أحسنتم صنعاً حين يحسنون، ونقول لهم أساتم حين ينحرفون عن المسار، لن نجامل ولن نظلم أبداً. الإخوة والأخوات جميعاً، لقد خرج الأبطال من أبناء هذا الشعب في فترة حالكة ليحملوا مشاعر النور وليضيء الطريق بدمائهم الزكية بين ضفتي الياس والأمل. كان الطريق طويلاً ووعراً والليل مظلماً ومدلهماً، إذ عبروا من الجسر إلى الأمل بفضل تضحياتهم ودعم أشقائنا في دول التحالف دعم الشرعية، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين اختلطت دماءهم بدمائنا وأصبحنا معهم قادرين على دفع إرادة الشعب إلى مستوى أماني، وصار بمقدورنا أن نمد يد السلام بكل شجاعة، لأن السلام غاية في ذاته من أجل حقن الدماء وإنهاء معاناة ضحايا الحروب والعنف. وما العروض المتكررة على أبناء جلدتنا في صنعاء وتقديم التنازلات من قبلنا رغم انقلابهم على الجمهورية والديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية والقرارات الدولية ومبادرة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، إلا تجسيداً لهذه الروح الوطنية والإحساس الإنساني المرهف. وكعادتهم وفي كل مرة لا يردون التحية بمثلها، وما زالت طاحونة الحروب دوارة عاصفة بإصرار منهم وبدعم من إيران، غير مدركين أن للجنون وخيم العواقب للأفراد كما للأنظمة السياسية. وسنظل دعاة سلام وصناعه في بلدنا ومحيطنا بقدر ما نستطيع وبعزيمة أشد وبتصميم لا يلين، ومن هنا نرفع غصن الزيتون بيد والبندقية بيد أخرى، ونقول لجماعة الحوثي لا تسقطوا غصن الزيتون من أيدينا، وإنها فرصتنا جميعا بأن نسلك طريق السلام العادل والمشرف، وأن عليكم ألا تراهنوا على تمزقنا، فقد توحدت إرادتنا بفضل الله وأهدافنا ومصيرنا وبندقيتنا، وعقدنا العزم على استعادة دولتنا وعدم التفريط بمكتسباتنا الوطنية. ولكي لا تجبرون على الاعتقاد دائما أن السلام ثمرة تضحية ثمرة تضحيته القوة، فإننا نكرر الدعوة لكم رغم قناعتنا أن التمني بلا إرادة ولا قوة ضرب من أحلام اليقظة. وها قد أصبحنا اليوم بعد ليل طويل قادرين أن ندافع بإرادة قادرين على أن ندفع بإرادة الشعب نحو الأمام. الإخوة الأعزاء، إن الأمم العظيمة عندما تواجه تحديات كبرى فإنها قادرة على أن تحدد لنفسها أولوياتها بوضوح، لا يقبل الشك. وها نحن قد أعدنا ترتيب أولوياتنا ورص صفوفنا، مدركين تمام الإدراك أن وحدة العمل سوف تفرض نفسها على كل القوى وعلى كل الأطراف وعلى كل التيارات، لأننا جميعاً سوف نعي أن هذا الظرف ليس مساواة بين الاجتهادات، وإنما هو الصراع بين الفناء والبقاء لأمة بأسرها. وعندما نتحدث عن السلام فلا بد أن نتذكر ولا ننسى، كما لا بد لغيرنا أن لا ينسى حقيقة الأسباب التي من أجلها
كانت حربنا حاربنا من أجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام، وهو السلام القائم على استرداد الشرعية والعدل والمساواة تحت ظلال الدولة والدستور والقانون والعيش المشترك لجميع أبناء الوطن. لم نكن البادين، إنما كنا ندافع عن أنفسنا وعن حريتنا وعن حقنا في الحرية والحياة. إن الحرب حربنا لم تكن من أجل العدوان، ولكنها ضد العدوان. ولم تكن حربنا خارجين، ولم نكن في حربنا خارجين عن القيم ولا القوانين التي ارتضاها مجتمعنا لنفسه وسجلها في أهداف ثورته المباركة 26 سبتمبر 62 بدمائه بعد انتصاره على الفاشية الإمامية. بل لعلنا نقول إن حربنا هي استمرار للحرب الإنسانية ضد تلك الفاشية، وأن السلام مع الميليشيات ضرب من مقتضيات صون الدم وحقنه الذي لطالما تمنينا أن تدخل فيه الميليشيات، لكنها أبت واستكبرت وأصرت على إهراق الدم وإزهاق الأرواح، وما زالت دعوتنا لها مفتوحة وأيدينا ممدودة وبنادقنا في الوقت نفسها جاهزة ومشرعة ومفتوحة على كل الاحتمالات. الإخوة والأخوات، لقد أيد العالم مخرجات لقاء الرياض التشاوري الذي أسفر عن إجراء الإصلاحات وتوحيد جبهتنا، وأشاد بشجاعتنا في الانفتاح على السلام والمصالحة، والذي كان وسيبقى هدفنا دائماً. فلم نكن يوماً مغامري حرب، وإنما نحن طلاب سلام. وقد أدرك شعبنا والعالم كله وكان يتعاطف مع قضيتنا، واليوم زاد تعاطفه معنا احتراماً لتصميمنا عن الدفاع عن هذه القضية، وزاد احترامه لنا ونحن نتداعى إلى السلام من موقع القوة. نثمن تثميناً عالياً الموقف الأخوي الصادر للمملكة العربية السعودية ممثلاً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ودعمهما اللامحدود ومواقفهما التي سيخلدها التاريخ. كما نقدر الدعم السخي من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإعلانهما تقديم أكثر من 3 مليارات دولار. كما نثمن الاستضافة الكريمة من قبل الأشقاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لمشاورات اليمنية اليمنية في الرياض، والذي يشكل محطة تاريخية في مسار نضالنا. ونثمن الجهود المبذولة لإحلال الهدنة العسكرية، متمنين صمودها وأن تشكل فرصة تاريخية لإحلال السلام الكامل والعادل. وختاماً، أتوجه باسم الجميع بأصدق آيات الشكر للرئيس السابق عبد الرب منصور هائدي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر على مواقفهم الوطنية واتخاذ القرار الشجاع بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والوصول بنا إلى هذه اللحظة الفارقة في تاريخ شعبنا، وتغليبهم مصلحة اليمن على كل المصالح الذاتية. وفقنا الله جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا أدعو فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إلقاء كلمته بياني السياسي وكلمته التاريخية في هذه اللحظة الفارقة، والسلام عليكم.